بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام بيع الثمار، ما يصح وما لا يصح، لأن هذا مما يكثر وقوعه، وديننا لم يترك شيئاً إلا بيّنه لنا أجل بيان بأوضح حجة وأقوم برهان. والمراد بالثمار هنا كل ثمر ينتفع به، سواء كان مما يؤكل أو غيره. والمراد هنا أيضاً إذا بيعت الثمار دون أصولها، فإنه لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لئلا يأكل المال بالباطل، لما قد يعرض لهذه الثمرة من عوارض تفنيها أو تعيبها، ونهى المشتري لأنه يعين على أكل المال بالباطل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. والنهي في الحديثين يقتضي فساد البيع وعدم صحته. وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة. والحكمة في منع بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالباً ومعرض للتلف، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويأمن العاهة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وقال في السنبل: حتى يبيض ويأمن العاهة، والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد. وفي ذلك رحمة بالناس، وحفظ لأموالهم، وقطع للنزاع بينهم، فإن النزاع قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم والمحافظة عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل، كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته والمخاطرة فيه من غير مصلحة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبت السلامة عليها، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله لضاع عليه وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر. كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف فلا يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة فيجوز بيعها. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالغالب في الحالتين. ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع ولو عن طريق المعاوضة، إذا كانت هذه المعاوضة غير مأمونة العاقبة. أيها المستمع الكريم، حيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء،
أما إذا كانت تابعة لوصولها أو بيعت بشرط البقاء فإن ذلك يجوز، وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله. الصورة الأولى إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، بأن بيع الثمر مع الشجر فيصح ذلك، ويدخل الثمر الذي لم يبدو صلاحه تبعا لأصله. وكذلك إذا باع الزرع الأخضر الذي لم يشتد مع أرضه التي نبت عليها جاز ذلك، ودخل الزرع الأخضر تبعا للأرض، حيث يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الصورة الثانية إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل، أي مالك الشجر أو مالك الأرض، فإن ذلك يجوز أيضا، لأنه إذا باعهما لمالك أصلهما فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، لأنه يملك الأصل والقرار، فصح البيع في ذلك، على خلاف في هذه الصورة، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الصورة الثالثة إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال. أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا فإنه لا يصح بيعهما، لأن ذلك فساد وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان، يجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه صلى الله عليه وسلم، انتهى. أيها المستمع الكريم، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، استودعك الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.